فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون. ليه في بلادنا الالتزام الديني منتشر بنسبة أقل بين المثقفين والعلماء؟ من أسباب ده الاغترار بالعلم، مشكلة خطيرة حذرنا القرآن منها. فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون. قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين. أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. لآية 49-52 سورة الزمر. فاكرين نفس الكلمة قالها مين؟ قالها قارون لما العقلاء من قومه قالوا له أحسن كما أحسن الله إليك. قال إنما أوتيته على علم عندي. أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا اللي قلناه في الحلقة اللي فاتت ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. آية 78 سورة القصص. تكلم واحد تلاقيه فقيه في القهاوي والكافيهات والأكل واللبس، لكن هل ده العلم اللي بيتكلم عنه القرآن؟ القرآن بيقول لنا إن العلم غايته السامية هي معرفة الله ومعرفة حقه وقدرته عليك وعبوديتك ليه. إنما يخشى الله من عباده العلماء. آية 28 سورة فاطر. لكن ساعات اللي معاه حتة علم بيفتكر إنه حاجة عظيمة رغم إن في اللي أعلم منه وفوق كل ذي علم عليم. آية 76 سورة يوسف. ورغم إنه في الحقيقة حاجة ضئيلة ولا حاجة في علم الله اللي اختار بشهادته في الجامعية في الطب أو الهندسة، لكنه حتى ما بيعرفش يقرأ القرآن صح ويجي يهندس على علماء الدين ويقول المفروض يعملوا كذا وكذا، أو مستكبر عن العبادة. لا تغتر بالعلم، عصرنا عصر العلم، لكن العلم والإنجازات العلمية وموضوع النشوء والارتقاء غروا ناس كتير. فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. آية 83 سورة غافر. في آية جميلة بربطها بالموضوع ده. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. آية 30 سورة الأنبياء. بيقول الدكتور زغلول النجار دي إشارة قرآنية للانفجار العظيم بيج بانج اللي هو النظرية المتقبلة لدى العلماء النهاردة عن بداية الكون، وهو إن الكون ابتدى بجسم أولي كان تحت ضغط هائل وانفجر وكون سحابة من الدخان الكوني اتكونت منها المجرات والنجوم والكواكب اللي احنا شايفينها. النظرية عليها أدلة زي الشعاع الكوني الباقي من هذا الانفجار لحد النهاردة. تسأل نفسك يا ترى مين الذين كفروا اللي رأوا وعرفوا إن السماوات والأرض كانتا رتقا؟ في مثال جميل لعلم يؤدي لمعرفة الله، موقع هارون يحيى هتلاقي تفكر